جزيرة سبع حروف طلع فيها نابليون. يا بدك تقعد هون انت. الساعة 10 إلا دقيقة. جميل، هات لك بخاخ. هات راحت الريحة. ما بدي. بدي إلا لأختي. خلاص. باقي 5 ثواني. 1 2 3 4 5. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوتوا على مكتبي، فوتوا على مكتبي. ممكن شوف المدام؟ فوت حباب، فوت استنانا بالغرفة، لأن احنا جاينا وفد مهم بدنا نستقبله. لك هذا الأستاذ محروس السكرتير. أنو سكرتير؟ السكرتير اللي نعت المدام. بس أنت لا اتصلت ولا جبت مصنف. لا، امبارح اتصل بغيتك وأنت ما كنت هون وأنا رديت عليه. وإمتى جاب المصنف؟ امبارح وأنا أخذته منه وعطيته للمدام. بس نحن طالبين سكرتير. ما قريت التأنيس بالإعلان؟ قريت، بس قلت لحالي خليني أضرب هالعجينة بهالحيط، والظاهر لزقت. لك شوفي ليش أصواتكم طال؟ هيك اتفقنا مشان السكرتيرة. شو حكينا قبل ما نروح على حلب؟ ليش شو صار؟ ما بدنا حلش. اطمنوا، ما عنده مانع يلبس قصير. قصير؟ لازم يلبس ملاية. ها إذا لقى ملاية على طوله. أبو كيروز اعمل لي 2 قهوة وجيبهم على مكتبي. خرطوش فردك أنا. وأنت الحقني. أنا رايح أفطر. وأنا كمان. جينا عالريق إلا بنفطر على وجه حلو. هذا أكيد صفوح. مين صفوح؟ ابن عمه للغالي.